أعزائي المشاهدين أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم مع رؤى الحلقة النهاردة هتهم كل فرد في الأسرة من أول الأب اللي بيروح شغله طول النهار وبيرجع بكم ضغوط كبيرة في الشغل والأم اللي قاعدة في البيت بتراعي أولادها وبتحاول إن هي تربيهم بأحسن شكل وممكن كمان تكون بتشتغل وعليها ضغوط خارجية مع الضغوط المنزلية وحتى كمان اطفالنا اللي بيمروا بضغوط نفسيه اثناء ايام امتحاناتهم هنتكلم النهارده عن ازاي نحمي نفسنا من خطر صامت اسمه الاحتراق النفسي بسبب الضغوط اللي بتبقى متصله طول الوقت علينا من غير ما نفرغ الشحنات اللي جوانا اللي هتكلمنا النهارده عن الموضوع دوت ضيفتنا الموجوده في الاستوديو استاذه امل حسن استشاري اسري ونفسي ورئيس قطاع العمل الاهلي والطوعي والمشاركه المجتمعيه في الاتحاد الافريقي الاسيوي الف مبروك يا فندم على على رئيس القطاع الجديد اهلا بيكي واهلا بجميع المشاهدين واهلا باسره البرنامج. احنا الموضوع ده مهم جدا ان احنا نتناقش فيه النهارده عشان نعيش في حياه سويه سليمه في سعاده بس قبل ما نبدا مع حضرتك هن هنسمع اغنيه صغيره من الفنانه المطربه السكندرية اللي مشرفانا في الاستوديو النهارده. الفنانه صابرين محمد علي اللي هتهني امهاتنا كلنا كل سنه وهم طيبين بعيد الام اهلا وسهلا بحضرتك, أهلاً بحضرتك. ياريت يا ريت لو تسمعينا حاجه كده بمناسبه عيد الام كل سنه وكل ام طيبه آه. اول ما جيت الدنيا فتحت عيني عليكي ولقيت نفسي في صورتك والراحه بين ايديكي من بين كل الأسامي همست بإسمك أنت يا روحي ونبض قلبي يا أمي يا حبيبتي يا أمي يا حبيبتي سعدتي من سعادتك ورحتي هي راحتك ولما تقولي اه من قلبي أقول سلامتك من بين كل الأسامي همست باسمك انتي يا روحي ونبض قلبي يا امي يا حبيبتي يا امي يا حبيبتي كل سنه وانتي طيبه وكل سنه وكل ام طيبه وربنا يرحم امهاتنا اللي توفوا وهم معاهم معانا بقلوبنا معا... معانا بقلوبهم استاذه امل كتير بنمر بلحظات في حياتنا بنقول خلاص احنا محبطين او حاسين بالفشل او ان احنا خلاص مش قادرين نكمل او بنلاقي من كتر الضغوط اللي علينا بنخسر اقرب الناس لينا وبنقطع علاقات بتبقى غصب عننا ما بيبقاش قصدنا وده بسبب الضغوطات الكتيره اللي بتبقى علينا وده بنسميه الاحتراق النفسي فياريت لو حضرتك تشرح لنا باختصار يعني إيه احتراق نفسي أولا بشكركم, بشكركم طبعا على الموضوع الحلقة فعلا موضوع مهم جدا لكل أسرة لكل كبير وصغير زي ما حضرتك قلتي في بداية المقدمة ففعلا مهم جدا بس هو الضغط النفسي بيختلف عن الاحتراق النفسي احنا بقى مش عايزين كلنا بنتعرض للضغوط لكن اه ال... الاحتراق النفسي دي اعراض اه لمرض يصل لمرض نفسي اه عايزين نعرف الاول يعني ايه احتراق نفسي احتراق نفسي معناه اجهاد اجهاد مجهد اجهاد جسمي عاطفي اه نفسي عقلي ده اجهاد نتيجه للضغوط يعني احنا ممكن واحد بيتعرض لضغط واحد ضغط شغل ضغط بيت بس مره واحده فده مش ضغط ما يعتبرش ان ده احتراق نفسي لا ده بيطلع من الضغط ده لكن نتيجه لضغوط متواصله ومستمره ما بتقفش الضغوط دي ما بتقفش. يبقى إيه الضغط الضغط اللي احنا بن بنقدر ان احنا نفصل منه او نرجع لطبيعتنا تاني بعدها بفتره قصيره ده ما اسموش احتراق نفسي بالظبط هو الضغط النفسي العادي او الضغط العادي الضغوط العاديه اللي كل واحد بيتعرض لها في شغله او في بيته دي لما بيروح الضغوط من عليه او اللود من عليه يعني واحد مثلا فتره امتحانات بيبقى حاسس بضغط شديد وخلاص وتعبان وحاسس يمكن ببعض الاعراض اللي هي موجوده اللي احنا هنقول عليها دلوقتي بعض الاعراض دي خلاص بمجرد ما بيروح هذا الظرف فخلاص بيروح سواء امتحانات، سواء ام مثلا عليها ضغوط في البيت، سواء حد في شغله، حد عنده مشروع كبير ولازم يخلصه ومضغوط، حاجه في شغله، حاجه في الشارع المهم ان ده بمجرد ما يزول هذا العارض او هذا الضغط او المشروع او الدراسه حد عنده رساله دكتوراه رساله ماجستير ومضغوط جدا لغايه لما يخلص بمجرد ما بيخلص فهو خلاص بيرجع تاني لحالته الطبيعيه لكن الاحتراق النفسي الضغوط ما بيرجعش ليها تاني لازم هنا بيبقى فيه علاج وفي طريقه لعلاجها دي حاجة وحاجة تانية احنا ممكن بقى ما نوصلش وده برضو ان شاء الله نقوله في الحلقة ما نوصلش لدرجة الاحتراق يبقى نوصل لدرجة ايه احنا عندنا ضغوط لكن نقدر نفرغ هذه الضغوط اولا باول فيبقى نقدر ما نوصلش لدرجة الاحتراق النفسي دي متلازمة لمرض نفسي بيسموها الاطباء متلازمة لمرض نفسي بينتج عنه امراض زي الاكتئاب وال يعني احنا مش عايزين بقى نوصل لهذه هذه الامراض طيب الله طيب ال يعني الاحتراق النفسي دوت ممكن يوصل بينا لمرض عضوي او ان الواحد يبقى حاسس ان هو منهك جسديا مش قادر ان هو يواصل حتى ولا يقوم او عنده طول الوقت انه عايز ينام اه تمام هو الاحتراق ال النفسي سموه ليه احتراق نفسي الاول نقول ليه سموه احتراق نفسي عارفين الحاجه اللي هي لما تبقى مح محترقه يعني مثلا أي شيء بيحترق بيبقى ماسك نفسه في الـ في الـ كبريت. في الظاهر زي الكبريت زي أيوه زي أول ما تيجي تضغط عليه ضغطه أو نفخة هواء أو حاجة صغيرة تبص تلاقيه انهار يعني ده اللي إحنا بنقوله إيه, إيه اللي حصل فلان ده مكان كويس إيه اللي خلاه في لحظة يقولوا القشة اللي قسمت ظهر البعير يعني ما هو ما هو كان كويس ما كانت كويسه ليه وصل لهذه الدرجه انه مش طايق حد انه وصل لـ 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 لاعراض كتير ممكن زي ما حضرتك حلو قوي السؤال ده الاعراض بتاعتها الاعراض الاحتراق النفسي ممكن تبقى اعراض جسديه وممكن اعراض عقليه وممكن اعراض نفسيه وعاطفيه يعني مثلا الشخص المحترق اللي هو حاسس ان هو بيتحرق عليه ضغوط كتير بيتحرق نفسيا وداخليا بنبص نلاقيه اه حاسس بصداع على طول ياخد برشام مش روي مش رايح الصداع اه يروح لدكتور هو مش عارف ايه, ال ايه اللي عنده عنده صداع عنده الام في المعده عنده الام في جسده مش قادر يقوم مش قادر يشتغل حاسس انه تعبان ومرهق طول الوقت ليه؟ نتيجه الضغوط اللي عنده هو مش عارف يفرغ هذه الضغوط او مش عارف يوصل لحل لحل لحالته يعني دي حاله جسديه فعلا وممكن تؤدي الى امراض عضويه يعني الامراض النفسيه بتؤدي الى امراض عضويه لان هنلاقي ناس الضغط النفسي هتلاقيها جالها ضغط هتلاقي جالها سكر هتلاقي جالها امراض كتير ده كل ده اللي بيحصل ده امراض جسديه ممكن كمان يبقى حاسس بوحده حاسس باكتئاب حاسس بقلق حاسس مش مش عارف ياكل مش عارف يشرب عنده اعراض اللي هي ايه يحس انه هو وحيد برغم ان اللي حواليه ناس كتير ده حواليه ناس كتير وحواليه ولاده وحواليه زملائه في الشغل لكن هو حاسس حاسس بالوحده دي اعراض كتير جسديه ونفسيه وعاطفيه مش عارف يتاقلم مع الناس مش عارف يتواصل مع الناس عمال زي ما حضرتك قلتي في البدايه بيعمل مشاكل بيعمل مشاكل مع الاسره برغم ان مفيش ما بيعملولوش حاجه بقى عصبي زياده عن اللزوم وما كانش كده او ياخد جنب عن الناس كلها ويحس ان كان ده شخص فعلا منعزل ينعزل عن الناس دي بعض الاعراض دي بعض الاعراض وممكن نكمل برده بعض الاعراض التانية لكن المرض هذا هذا ال... ال... الاحتراق النفسي بيؤدي فعلا الى قد يؤدي الى امراض جسمانيه قد عشان كده لازم اول باول كيفيه التعامل مع الضغوط هيبقى في كيفيه التعامل مع الضغوط يمكن اول واحد اتكلم على هذا المرض عالم نفسي او طبيب نفسي وكان بيعالج بعض الامراض عند المهنيين بعض امراض المهنيين اللي كانوا بيتعرضوا ليها لضغوط شديده اسمه هربرت فورد تقريبا كده الاسم وبدا يشوف ايه الاعراض اللي هي بيتعرض لها هؤلاء الناس المهنيين لان كانوا ذو مهن شديده صعبه زي المناجم مثلا يعني او زي الاطباء الاطباء كمان هنقول دلوقتي مين الفئات اللي هي ممكن تتعرض ليها وبعد كده اتضح ان لا ده ده ممكن يبقى اي حد ممكن يتعرض لهذا إيه لهذه الاعراض وهذا المرض مش بس الـ الـ الأمراض المهنية مش المهنيين بس ده ممكن زي ما حضرتك قلتي برضو في الأول ممكن الأطفال ممكن المراهقين يصابوا بهذا الاحتراق النفسي وأمهاتنا كتير هنقولوا بقى مين بقى أكتر ناس بي... هم يمكن بيكونوا أكتر عرضة لل, لل... للإرهاق النفسي آه ولما بيفضل مستمر الارهاق النفسي دوت بيوصل بيهم لمرحله الاحتراق فعلا فرفقاً زي بامهاتنا يا جماعه <applause> فعلا آه اكتر ناس عرضه لهذا, لهذا المرض او هذا في ناس بتقول عليه مرض على فكره وفي ناس بيقول عليه ظاهره يعني لو احنا قلنا انا عن نفسي بقول انها بقت ظاهره عصريه نتيجه للضغوط اللي موجوده في الحياه فبقت ظاهره يعني ما بقاش يعني هو موجوده كتيره قصدك يعني اغلب الناس عندهم احتراق نفسي اه في ناس كتير بقى عندها احتراق نفسي وفي ناس بتقدر بقى مع التكنولوجيا نقدر نطلع منها ونقدر مع الوعي مع الادراك نقدر نطلع من ايه من هذا المرض اللي اصبح اصبح ظاهره زي ما حضرتك قلتي بالنسبه مين الفئات لو احنا قلنا مين الفئات اللي هي اكثر عرضه فئات اكثر عرضه للاحتراق اكثر من غيرها الامهات زي ما حضرتك بالظبط قلتي الامهات دي اكثر واحده بتخاف على بيتها وتخاف على اولادها وخايفه عليهم لهم وتحت ضغط وخايفه عليهم لو خرجوا من التعرض لاي شيء يؤذيهم فهي تحت ضغط في البيت واولادها بره واولادها في المدرسه بتبقى خايفه عليهم ويمكن هي عندها ضغوط في شغل لو كانت بتشتغل فهي دي اكتر حد ممكن بيتعرض في هذه الايام اللي احنا شايفينها ضغوط نفسيه شديده فممكن لو لم تنتبه لو لم تنتبه ان انا ده انا بعد فتره ده انا ممكن يجيلي لي احتراق نفسي من اللي انا فيه تحس بقى ان مفيش حد هينفعها بقى هي يعني في الحاله ديت محدش هينفع لان هتوصل لدرجه الانفجار والانفجار ده ممكن ياذيها وياذي الاسره كلها بنلاقي برضو بعض الناس بيوصل لدرجه الانتحار درجه الانتحار او درجه العزله عن الناس او تدخل مصحات وهكذا يبقى الامهات الزوجات الاطباء يعني عملوا احصائيه طلعت 45% من الاطباء بيتعرضوا للاحتراق النفسي لان الورديات بتاعتهم اللي ممكن حد يطلبهم في اي وقت ويكونوا هم في وقت نومهم يعني الواحد لما بينام وبيقوم حد يقومه لسه ما ساعات نومه ممكن يؤذى نفسيا فهي دي ممكن الاطباء الضغط عليهم الضغط بيبقى في شغله لان هو حاسس ان هو لازم يادي نتيجه وضغط من اهل المرضى عليه وبابا قد ايه هم ضاغطين عليه وعمل ايه وايه الحاله ويعني ده بيبقى ضغط كمان اخر فده ممكن الاطباء برضو في من الناس الاكثر عرضه خلينا ناخد اتصال تليفوني من استاذه تيسير ونرجع نكمل مع حضرتك اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا مساء الخير مساء النور استاذه تيسير اتفضلي ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله كل سنه وشرف طيبين بمناسبه عيد الأم كل سنه وحضرتك طيبه. آه انا والله سمعت موضوع الحلقه بتاعكم فانا حبيت ان انا ادخل واقول رأيي بتاعي عندي وكده اللي انا عندي حته كده اللي انا بخاف على اولادي جدا يعني بخاف ان هم ينزلوا يشتروا حاجه بخاف ان هم يروحوا المدرسه لوحدهم آه بخاف ان هم يروحوا الدروس لوحدهم. فدايما بيبقى عندي قلق نفسي جامد. سؤال حضرتك فين يا فندم؟ حضرتك خايفه بقى خايفه خايفه توصلي للاحتراق لل... النفسي يعني؟ حتى ان انا مثلا دكتورة تفيدني ان انا ابطل القلق اللي هو الزياده اللي عندي ده بالنسبه لاولادي. حاضر اسمعينا واحنا هنجاوب على حضرتك حاضر عندك اي سؤال تاني؟ لا شكرا. تفضلي. تفضلي. أستاذة تيسير ده يعتبر من احتراق نفسي ولا ده مجرد خوف أم عادي عادي؟ طبعا كلنا بنخاف على اولادنا وكلنا بنبقى حاسين ان احنا تحت ضغط لكن هي عليها ان هي اولا بتتوكل على الله بتربيهم كويس بيبقى عندها حسن الظن بالله ان ربنا هيحفظهم عليكي بالاذكار مدام تيسير صباحا ومساء لربنا يحفظهم مع يعني ناخد بالاسباب ما يلعبوا في الشارع برضو وانا قايله الاذكار وخلاص ممكن ابقى انا, أبقى أنا لا اعقلها وتوكل زي ما تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى انا هحافظ عليهم ولكن هحافظ عليهم واخد بالاسباب واتوكل على الله ويكون عندي حسن الظن بالله ان هو هيحفظهم وهيحميهم مع ان انا بقى بربي ولادي الاخلاق والتربيه وازاي وازاي محدش يتحرش بيهم وازاي اللي هي بحاول اعمل اجراءات معاهم او اديهم بعض الاخلاقيات وبعض الدروس اللي هي تخليهم ازاي يحموا نفسهم انا مش هبقى معاهم طول الوقت انا مش هبقى ملازماهم طول الوقت لكن ازاي هم يحموا نفسهم لازم اعلمهم ازاي هم يحموا نفسهم طبعا الله هو الحامي والحافظ لكن هم ازاي يحافظوا على نفسهم لو حد ضايقك ايه لو حد عمل حاجه لو حد وما تخافيش ولازم يكون في ثقه بينك وبينهم وربنا يا رب يحفظهم ويحفظ جميع اولادنا وكل سنه وانتي طيبه. معانا اتصال تاني من استاذه اميره اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك تفضلي يا استاذه اميره. ممكن ممكن اسال الدكتوره سؤال بس؟ طبعا اتفضلي. انا عندي طفل سنه ونص عصبي عصبي جدا جدا وعنفواني جدا. يعني ممكن لو حشت عنه اي حاجه يصوت آه يضرب على وشه وعلى دماغه مش عارفه اتصرف معاه ازاي وعلى طول عايز كل حاجه يعني بحاول كذا مره امنع اعمل حاجات عشان ما ادراش على كده ان تبقى طريقه الصوات والعياط بس ما فيش فايده يعني مش هنجاوب على عصبي فيكوا يا مدام اميرة مين عصبي فيكوا انت ولا بابا لا لا احنا لا ولا بابا ولا انا هو عنده يعني سنه هو يعني عنده سنه ونص سنة ونص, سنة ونص. وبيمشي, وبيمشي وبيمشي يعني ممكن لو قلت له اسكت لو بيصوت اسكت هيضرب على وشه وعلى دماغه مش عارفه اعمل معاه ايه يا تقول لي يعني تمام تمام حبيبتي حاضر هنجاوب على حضرتك حالا تابعيني يا استاذه اميره نعمل معاه ايه؟ آه طبعا ربنا يحفظه آه مفيش حد بيتولد عصبي يعني كلنا مفيش حد بيتولد عصبي ولكن هي بتعتقد ان السن سنة ونص او سنة او ست شهور هو مش فاهم عصبيه الاب وعصبيه الام ده ممكن هو اطفالنا في هذا السن بيفهموا بالصور يعني هو شايف شكل ماما وهي مكشره وشايف شكل بابا وهو مكشر وشايف وهو مش عارف الكلمات يعني هو مش عارف الكلمات لكن هو راسم حاطط فايل لماما بهذا الشكل فايل لبابا بهذا الشكل يبدا لما يعرف في بعض الكلمات يربط بين الكلمات وبين الصوره. أو ممكن تكون هو بيجرب ممكن تكون الصوره اللي في دماغه صوره مثلا من تلفزيون من كرتون من فيلم بالزبط. من حاجه ولا لازم تبقى من الاسره دي حاجه تانية يا اما هو بيتعلم منين بقى الطفل يا اما من الاب والام <applause> اذا كانش بيشوف حد تاني يبقى هنقوله ان ده خدي بالك بصي بقى راجعي نفسك وراجعي الاب وشوف يقولوا له لا مش لازم يكون في اي اي, أي, أي, أي شكل كده اه اي انفعالات قدام, قدام الطفل, قدام الطفل. الحاجه الثانيه احنا بنفرجوا الطفل على التلفزيون وفرحانين وشايفين الكرتون حتى لو كان كرتون ما بقاش في كرتون دلوقتي كتير من الاطفال لكن في تمثيليات للاطفال ممكن نلاقي فيها بعض العنف فهو فهو ده ممكن يكون بياخد برده بالصور وبيحاول يقلد حاجه ثالثه ان هو ممكن بيجرب معاكم لقاكوا انتوا خلاص انتوا يعني الموضوع ده هو كان عايز حاجه معينه عايز لعبه معينه عايز يعمل حاجه فهو لما عمل هذا الشكل فخلاص هم لبوها فيبدا في كل مره يعمل ده لكن ما حدش اتولد عصبي تسيبه يعيط ده ده, ده يعني الطفل دوت لما بيعيط مثلا على حاجه معينه هو عايزها تسيبه يعيط تفهمه تنزل على ركبها تنزلي على ركبتين كده وفهميه قولي له بس اسكت الاول عشان نتفاهم طب انا عايزه بس طب اسكت وانا مش هتكلم غير لما انت تسكت ولغايه لما يهدى خالص وتبقي فهميه ان ده غلط ليه او انتي مش عايزه تدهوله ليه لكن الطفل هيفهم لكن لو كل مره هي هتنفذ له اللي هو عايزه بالعياط والصريخ هيفضل كده ويطلع ويبقى فرحان ان حضرتك بتقولي ابني عصبي هيبقى قاعد كده وانتي بتتكلمي في التليفون وبتقولي ابني عصبي ويبقى فرحان ان هو محل اهتمامك. <applause> ربنا يا رب يحفظهم ويهديهم جميعا. ماشي نرجع تاني لموضوعنا ايه اكتر المهن المعرضه للاحتراق النفسي؟ احنا اتكلمنا عن الام بوظيفتها في البيت ووظيفتها بره نيجي بقى لرب الاسره. رب الاسره اللي طول النهار عليه ضغوطات في الشغل وممكن يكون مثلا تحت ايده مجموعه من العمال او او مجموعه من الاشخاص هو مديرهم او هو المسؤول عن امنهم وسلامتهم. آه وغصب عنه بيبقى عليه ضغط في الشغل وبيرجع البيت ممكن يصب الضغط اللي عنده دوت على زوجته وعلى اولاده ازاي يقدر يفصل ما بين شغله وبيته آه اكيد دي مهاره يعني برضو زي ما احنا كنا بنقول مفيش حد بيتولد كده بالمهارات ديت لكن هي دي مهاره لازم يعرف ان ان دول ما لهمش ذنب بالضغوط اللي هي اللي موجوده الضغوط اللي موجوده عندي في شغلي ولادي مالهمش ذنب زوجتي مالهاش ذنب يبقى انا عليا ان انا افصل زي ما احنا بندخل المسجد وبنخلع الحذاء يبقى انا بدخل بيتي وكل المشاكل اللي موجوده في خارج البيت يبقى انا ادخل بدون مشاكل لأنهم حقهم عليا ان انا اكون معاهم انسان هادي ان انا كمان حتى عشان صحته النفسيه ده بيجي ازاي ده بيجي عن طريق التدريب على فكره في في ناس سمات الشخصيه عندهم هي اللي بتؤدي للاحتراق النفسي، سمات شخصيتهم يعني ايه؟ يعني هو عنده ميل للكمال في كل حاجه في شغله لا يقبل ان موظف يخطا او لو عملها بشكل غير دقيق فهو يبدا هو يعمل يبدا يعمل ده يبدا يعمل ده بنفسه فيبقى ضغط عليه ضغط من الموظف وضغط شغله تعب ان هو تعب وهو بيعمل هذا العمل. في بيته لو جه لقى ما فيش حاجه منظمه او في حاجه غير منظمه بشكل 100% يبدا هو كمان يعمل وراء الزوجه او يزعق او يقول لهم ليه دي مش محطوطه في مكانها ودي كذا فيبقى هنا سمات شخصيته اللي هي درجه الوصول للكمال كلنا كلنا بنحب البيت نضيف كلنا بنحب شغلنا 100% لكن الكمال لله وحده نبدا نحاول بقدر الامكان ان احنا نوصل لده لكن لو ما حصلش ما يبقاش ده ما يبقاش ده لود على المرأة ما يبقاش ده حمل على المرأة وعلى الأولاد ان يلاقوا عصبيته يعني دي حاجة بعض السمات اللي هي ليها نظرة تشاؤمية تشاؤمية يعني ايه يعني هو شايف الدنيا دي خلاص ما تنفعش خلاص كل حاجة آه غلط كل حاجة في الدنيا دي غلط لو جبتي حاجة وجهين وجه آه ايجابي ووجه سلبي هو تلاقيه على طول نظرة تشاؤمية ده يؤدي بيه للاحتراق هو شايف المواصلات صعبة والدنيا مش عارف شايف المرتب مش بيكفي شايف الموظف اللي عنده ما بيعملش اللي عليه شايف المو... كل حاجة ويجي ممكن كمان... يوصل بيه ان هو يبقى حاسس ان هو اقل من اللي حواليه كمان ده احساس هيوصل دي حاجة بي. تانية دي نقطة تانية لا دي عدم ثقة دي عدم ثقة بالنفس ان هو يحس ان هو بالأ... اقل من اللي حواليه ده عدم ثقة بالنفس عدم الثقة بالنفس قد تؤدي الى الاحتراق النفسي طول ما هو حاسس ان انا اقل من الاخرين فهو ده ممكن يبقى داخليا عنده ضغوط نفسيه م. ضغوط نفسيه الضغوط النفسيه مع استمرارها ومع كثرتها ممكن تؤدي الى ال الاحتراق النفسي، يبقى هنا سمات سمات شخصيته، يعني زي ما في ناس طبيعه عملهم هي اللي بتؤدي الى ال الاحتراق النفسي، زي قلنا الطبيب، زي قلنا الام، زي قلنا المهندسين اللي هم بيبقوا في مواقع لازم يحققوا تارجت معين والا يبقى فيه مشكله، يبقى هنا هنا بنلاقي برضو ال, ال الزوج او ال هذه الشخصيه قد تؤدي الى الاحتراك احنا الناس. الموضوع مهم جدا والاتصالات التليفونيه احنا مش ملاحقين عليها معانا استاذه دعاء اهلا وسهلا بحضرتك. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذه دعاء اتفضلي. أنا... انا عندي ابني أنا عندي اثنين واحد عنده ثلاث سنين عنده سته. واحد عنده ايه معلش؟ نعم. معلش الصوت مش واضح عندك طفلين. اه طفلين واحد عنده ثلاث سنين وواحد سته. واحد عنده ثلاث سنين وواحد عنده ستة واحد الاثنين عصبيين جدا ما بيسمعوش الكلام نهائي ما الكلام خالص حتى لما بضطر ال... يعني بضطر من كتر ما انا هما ب... هم بيستحقوا وانا بكلمه ما حدش بيسمعني ولا حتى كاني مش بتكلم خالص فبضطر ان انا ب... اضربه غير كده ان انا لما بضربه في اي حاجه قدامه ممكن يكسروها طبيعي <applause> حضرتك عايزه تساليها على حاجه؟ لا خلاص مفيش مشكله. ماشي اسمعينا. تعمل ايه معاهم؟ كسروا لها البيت. <applause> ربنا يا رب يهديهم لكن زي ما قلت لاختنا اللي فاتت قلت لها برده مفيش حد بيتولد عصبي هنراجع اولا انفسنا ثانيا بنراجع اللي هما بيتفرجوا عليه بالنسبه ان هما ما بيسمعوش الكلام انت ما بتسمعوهمش مفيش طفل عندي الامهات هي اللي عناديه والاباء هم اللي عناديين لما بنيجي بنعالج العند في الاطفال بنعالج الامهات الطفل مش عندي مفيش طفل عندي لكن في ام عناديه هو عايز يحقق هدف معين اقعدي واتكلمي معاه وشوفي بالراحه ولو كل مره بي بيسمع كلامك فيها وبينفذ اللي انت بعد ما يفهم ماشي يبقى بعد كده. انت حاولي تديله برضه حاجه حافز ايه تخرجيه توديه عند تيتا توديه عند عمته حاجة اي حاجه هو بيحبها او حافز اي حاجه هو بيحبها وهكذا لكن ما فيش طفل ما بيسمعش الكلام احنا اللي ما بنسمعش الكلام وما بنفهمش هم عايزين ايه. مشكله سوء تواصل ما بين الاباء والامهات والاطفال. تمام تمام تمام, تمام. نرجع تاني لموضوعنا الاحتراق النفسي. الاحتراق النفسي ده بيمر بمراحل ولا هو احنا مع اول ضغط بيجي لنا احتراق نفسي على طول. لا هو في مراحل ما فيش حد بينفجر مره واحده يعني حته الانفجار دي اخر مرحله اللي هي خلاص هو احترك وانت خلاص انت اتكتي على الجزء المحترق فهو خلاص لكن في الاول كل انسان بيبقى عنده هدف معين وعنده توقعات سقف توقعات عالي انا مستني ان انا اخلص كليه الطب عشان ادخل مستشفى وابقى دكتور او بعدها اعمل كذا عنده حماس الحماس وسقف توقعات عالي انا بتجوز عشان بقى لما اتجوز سواء البنات سواء الرجال بلاقي بتجوز عشان انا اعيش حياه سواء البنات بقى عايزه تتفسح وعايزه تخرج وعايزه كذا وعايزه سقف توقعات هي بتتجوز عشان ده فبتيجي تتجوز ما بتلاقيش ده فيبقى يبدا يبقى في ضغوط هيبدا الحماس اللي هي كانت داخله بيه ان هي تدي لقيت ده مش موجود او الشاب برضه ده مش موجود انا كنت بتجوز عشان حاجه معينه سقف توقعات عالي عشان كده احنا بنقول لبناتنا واولادنا لما يجوا يتجوزوا في الدورات بتاعتنا اللي هي المجانيه في مراكز الشباب وفي المدارس و يعني بنقول لهم اقعدوا مع بعض انت تتجوز ليه؟ انت عايز تتجوز ليه؟ وانت, عايز تتجوز ليه؟ وانت عايزه تتجوزي ليه؟ وانت عايز ايه اكتر حاجه عايزها مني وانا ايه اكتر حاجه عايزها مني نقعده ونتفهمه عشان بعد كده لما يحصل فيه اي حاجه ممكن آه حصلت بينهم مشكله نبدا نقعد برده نقعد نحلها الحوارات الضغوط الصغيره عشان ما يوصلوش لمرحله احتراق نفسي تمام يبقى الاول بسقف توقعات وحماس شديد بعد كده كده بيقل ويبقى فيه بقى خلاص بيقل هذا وعدم رضا عن الاخر عدم رضا عن الزوج عدم رضا عن الزوجه عدم رضا عن الشغل عدم رضا عن اي حاجه يعني عن في مرحله ثبات وركود ركود وعدم انتماء واحساس بعدم انتماء بعدها المرحله الكبيره اللي هي بتبقى بقى مرحله الانفجار انتوا ايه انتوا مش حاسين بيا انتوا محدش عارف اه انا بقى بتعرض لضغوط قد ايه انا بشتغل عشانكم يعني في بعض الناس اللي سماتهم ان هي سعادتها في الشغل يسيب بيته يسيب بيته يسيب اي حاجه عشان الشغل ولاده عايزين يتفسحوا في الصيف لا انا ورايا شغل فيسيبهم وبعد كده لما بتحصل بعض المشكلات بنلاقيه يقول لهم ما انا كنت بشتغل عشانكم لا انت ده دي عندك انت دي دي عشان حاجه انت بتحبها انت السعاده مش كلها في الشغل فهو لازم يعرف ان ايه اعطي لكل حاجه حقها آه, توازن يبقى في توازن في الحياه زي ما احنا بنعمل توازن لازم اصلي ولازم اصوم توازن في الجانب الايماني مم. توازن في الجانب الصحي ما انا برضو ما سيبش صحتي لغايه لما خلاص تنهار وارجع اقول ابدا عايز اعالج ما انا يبقى في حاطط قدامي ثمن جوانب في الحياه الجانب الايماني مع الله، مع الذكر، مع الصلاة، مع الصوم، الجانب الإيماني ده اللي هيديني الدفعة القوية إن أطلع من أي ضغوط. حاجة تانية الجانب الأسري، ولادي، بيتي، عائلتي، جانب عائلي، جانب مالي، الشغل والعمل، الجيران، الأصدقاء، الأصدقاء مهمين جدا. م. مهمين جدا في هذا الجانب لما حد بيتعرض لبعض الضغوط النفسية بنبدأ الاصدقاء مع بعض ممكن هم يقدروا الرسول عليه السلام علمنا ان لربك عليك حق وان لبدنك عليك حق وان لاهلك عليك حق فاعطي كل ذي حق حقه يبقى الصحه الجانب الصحي كمان ما اسيبوش رياضه لان الرياضه بترفع هرمون السعاده تخليني سعيد آآ آآ يبقى انا لو عندي ضغوط بعض المطلقات اللي بيبقى عندها ضغوط من المجتمع وعندها اولاد وعندها ضغوط من من المطلق وضغوط كتير العبي رياضه ارقصي في اوضتك اعملي اي حاجه تطلعك تخلي هرمون السعاده يطلع وخليها تطلع ما توصلش لدرجه الاحتراق النفسي. احنا هنطلع حبه ضغوط دلوقتي مع الفنانه سكندرية اللي صوتك صراحه جميل ما شاء الله سمعينا حاجه كده تفك الضغوط اللي احنا فيها دلوقتي. <applause> أغني برضه للام اتفضل <applause> ست الحبايب يا حبيبه هي اغلى من روحي ودمي يا حنينه وكل كتيبه يا ربي خليكي يا امي يا ربي خليكي يا امي يا ست الحبايب يا حبيبة حبيبة زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي أنا وتسهري وتباتي تفكري وتصحي من الاذان وتيجي تشقري يا رب خليكي يا امي يا ست الحبايب يا حبيبه وحبيبه الله. صوتك ما شاء الله جميل و... و... وبيدي طاقه ايجابيه جميله أه هنكمل موضوع الاحتراق النفسي مع استاذه امل حسن أه كامل لنا ازاي الواحد يقدر يطف يطفي الحرايق الداخليه اللي بتبقى جوية يعني حطلنا كده خطوات ممكن نمشي عليها أه أه الواحد من جواه يحس ان هو بي بيفك الضغوطات اللي عليه ديت عشان يرجع يقدر يمارس حياته طبيعيه إيه انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم يعني ده الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اي حاجه انا عايزه اعملها لازم امرن نفسي عليها امرن نفسي على ان انا لما يكون في قدامي ان لكل مشكله حل دي احنا بنعلمها لاولادنا بنعلمها لاحفادنا ان لكل مشكله حل اقول ان السعاده كلها مش حاجه واحده انوع مصادر السعاده السعاده كلها مش مش زوجي مش اولادي مش شغلي مش حاجة واحدة لكن كل دول بيدوني سعادة أنا همرن نفسي على سعادات أخرى حاجات تديني باور وتديني طاقة إن أنا أقدر أتعامل لو في ضغط معين لا ده أنا هروح لصاحبتي صديقة ممكن أقول لها أحكي لها عليها أو لو هي شافتني هي هتلاحظ إن لو في حاجة تقول لي أنا شايفة إن انتي مضغوطة في إيه فممكن يبقى في الصديق اللي هو طيب حاجة تانية تعليم المهارات احنا عندنا هارد سكيلز وسوفت سكيلز يعني مهارات المهارات الحياتيه بناخد مهارات من الدراسات عندنا يعني مثلا ده هندسه فبياخد مهارات هندسيه ده طب ده بياخد ده ده نسبتها 15% لكن الخمسة في 85% مهارات حياتيه بيسموها اللي هي السوفت سكيلز اللي هي المهارات الناعمه يعني ايه مهارات ناعمه يعني انا اتعلم ان انا اتواصل مع الاخرين مشكلتي مع زوجي ان انا مش عارفه اتواصل معاه هو جاي من بيئه وانا من بيئه هو سن وانا سن هو ثقافه وانا ثقافه فيبقى لازم اتعلم يعني ايه تواصل التواصل الكلام نفسه يعني ليه درجه سبعة في المية نبرة الصوت ثمانية وثلاثين في المية اللي هو لغة الجسد 55% يعني ايه الكلام ده يعني انا بقول لحد انا بحبك خلاص دي 7% وصلت ازاي بقى هتوصل بشكل للاخر لكن لما اقول له ايه بحبك قوي بشكل ولما اقول له بحبك بحبك اه اه هي, هي كلمه هي كلمه بحبك ماشي كلمه بحبك هي نفس الكلمه اللي هي 7% نبره الصوت اختلفت الحركه اللي انا عملتها في ولادنا بيقولوا حاضر او الزوجه تقول حاضر هي قالت ويحصل مشكله عليها ده انا ما قلتلوش غير حاضر هو قال لي اعملي كذا قلت له حاضر لكن عملت الحاضر دي ازاي وقالتها ازاي خبطت الباب بقى هنا في في حاجات اخرى ساعدت نبره الصدفه حاضر ومن عيني حاضر جميله دي كده ولا حاضر حاضر انا قلت حاضر انا قلت حاجه غير حاضر ادي الطريقه 38% يبقى نتعلم التواصل مع الاخرين عشان ما يبقاش الزواج يسبب لي الضغوط دي اتعلم المرونه يعني ايه المرونه؟ ان انا احط نفسي مكان الاخر بس مش هي كده ان انا استوعب الاخر بس ب ب يعني استوعبه بايه بثقافته بسنه يعني لو انا قلت انا هحط مك نفسي مكان ابني اللي عايز يلعب على التليفون ساعتين لا انا مش هيبقى كده مش دي المرونه معاه ولكن المرونه ان انا انا لو في سنه برضو انا هحاول لكن هو برضو مختلف فبحاول بقرب بقدر الامكان ما يبقاش فيه الجمود حاجه تانية من المهارات نكمل ولا في جزء تاني ممكن نكمله؟ في ايه تاني ممكن غير المهارات اللي احنا نتعلمها؟ ال ال الله كل مع احنا باقي معانا للاسف ثلاث دقائق كن مع <applause> الله كن مع الله وقت الرخاء يكن معك وقت الشده. دايما انا مع الله، دايما انا عندي حسن ظن بالله انه هو هيكون معايا في هذا الامر. إن هو هيهدي زوجي، إن هو هيهدي أولادي، أنا مع الله في شغلي إنه هيساعدني، إن أنا أتعلم إن أنا أشتغل مع فريق، في ناس ما تعرفش تشتغل غير لوحدها، فأما يجي بقى ده أنت هتبقي داخل أسرة، هيبقى داخل أسرة ومعاكي زوج ومعاكي أولاد ومعاكي أهله وهو كذلك، يبقى أنا أتعامل إزاي معاهم؟ المهارات دي التوكل على الله، حسن التوكل على الله، حسن التعامل، التعامل إن أنا أتعلم مهارات، مش عيب إن أنا أتعلم، أنا مش عارفة أخد قرار أنا مش عارفة آخد قرار في حياتي، أتعلم التفاوض، أنا عايزة أروح لأهلي وهو مش عايزني أروح لأهلي، فإزاي أنا أتفاوض مع الزوج يبقى أتعلم فن التفاوض، ماشي؟ يبقى دي كلها هتخليني أعرف ما يبقاش عندي ضغوط، هو كل حاجة بقول له عليها بيقول لي لأ فأنا عندي ضغوط، لأ أنا هتعلم التفاوض، هتعلم التواصل، هتعلم إن أنا أشتغل في فريق، هكون مع الله دايمًا مع الله عشان ربنا ان شاء الله ناخد اتصال تليفوني تاني ونرجع لحضرتك اتفضلي الو <applause> الو السلام عليكم استاذه نهى اتفضلي ازي حضرتك يا استاذه كل سنه وانتم طيبين الاول بمناسبه عيد الام كل سنه, سنة وحضرتك جميل. طيبه بجد الحلقه جميله وضيوف الجمال قوي أو... ربنا يخليكي يا استاذه نهى ربنا يخليك يا قلبي كل سنه وانتم طيبين وكلامكم جميل قوي يعني كلنا بنستفيد منه ما شاء الله يعني ربنا يخليكي يا استاذه نهى. تحبي تسالي الدكتوره اي حاجه؟ لا والله انا مبسوطه خالص بكلامها يعني انا بحس ان احنا بنستفيد منها في كل حلقاتنا. الاستاذه امل و... قامه بنتعلم منها. شكرا. اه طبعا والله طبعا بجد. ربنا يديها الصحه وكل سنه وهي طيبه وكل سنه حضرتك طيبين. كل سنه وانتي طيبة. ودايما في تميز ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا لاتصالك يا استاذه نهى. ماشي نرجع نكمل قلنا نتوكل على الله ونبقى مع ربنا ده الجانب الديني نعرف شريك حياتنا كويس عشان نقدر نتواصل معاه في في الخلافات ايه تاني؟ كيفيه اداره الازمات ازاي انا لما يكون عندي ازمه انا اديرها لان اي مشكله لازم اقعد مع الاخر ازاي ان انا ايه طبيعه المشكله مين ممكن يساعدني مش عيب ان انا استعين بالاخرين في ان انا احل مشكله عندي مشكله عندي ازمه وطبعا المشكله بتبقى بتختلف عليها بتختلف عن الازمه لكن دي دورات لوحدها دي مره تانية دي ان شاء الله <applause> ما انا بقول دي دورات لوحدها لأن خلاص وقتنا بيخلص إزاي, ازاي تدير الازمه اللي هي فيها ازاي هل ممكن اروح لدكتور طبيب نفسي هل صديق ممكن يحلها معايا هل ان انا اطلع نفسي ان انا اخرج واتفسح واقرا كتاب هل ممكن في في طرق كتير ان انا اتعلمها ومهارات كتير ممكن انا اتعلمها في ختام حلقتنا يا ريت نقرب من كل حبايبنا وعشان نقدر ناخد منهم طاقه ايجابيه تساعدنا ان احنا نكمل حياتنا ننظم يومنا يا ريت نلعب رياضه عشان نخلي جسمنا بصحه كويسه وكمان نحمي نفسنا من الاحتراق النفسي نقيم حياتنا ونرتب اولوياتنا عشان نقدر نعيش في سعاده كل سنه وانتم طيبين وللاسف وصلنا لختام حلقتنا نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله هتوحشونا